علاش ما داروهمش في التلفازه ولا علاش ما دازوش في التلفازه؟ هذاك الشيء قرار كيرجع لطاليس، حيت هو المؤلف الفكره، هو صاحب الكونسيبت، يعني هو اللي قرر انه يحطه في انترنت. وانا كنقول حتى انترنت عنده الناس ديالو، حتى هو عنده جمهور ديالو، وان تو كان الناس فاش تعجبهم شي حاجه راه كيتبعوا كيتفرجوا فيها سواء في انترنت سواء في التلفازه، ما كيحبسهمش هذا الشيء. انا في التلفازه ما كتكونش عندك حريه 100% في تقول اللي بغيتي وتهضر على اللي بغيتي، انترنت كتكون شويه ليبر، كتكون شويه حر، تقدر تهضر في شي حاجات، تقدر تدخل في مواضيع طابو مع الناس، ما كيكونش فيها المشكل. هذا هو الفرق بين التلفازه وما بين عالم الانترنت اصلا. بيان سور هذاك هو الهدف، هما يكونوا دي ميساج، لان حنا كنعيشوا في واحد الحياه اللي وليتي كتدخلي مثلا باغ اكزومبل كتحلي انستغرام كتلقاي من كل فن طرب، ها اللي كيهضر لك على الشعر، ها اللي كيهضر لك على الودنين، ها اللي كيهضر لك على العينين، ها اللي كيهضر لك على الزرع، ها اللي كيهضر، كل شيء كاين ما يدار محركه. حنا كنت انسبيرو من داكشي اللي واقع في العالم ديال الانترنت وكيتقاد منه حلقات، ومن الاحسن تكون اي سيري ولا اي كابسول يكون فيها ان ميساج ولا يكون فيها شي حاجه بغيتي دوزها، سينو تكون خاويه ما عندهاش محتوى ولا مضمون ما كاينلاش. اللي نقدر نقول لك انه الممثل بريء من هادشي، لان الممثل فاش كيتحط في بلاطو كاين ستاف، كاين بزاف الناس كيديريجيوه، بزاف الناس كيخدموا معاه، يقدر يكون تحت طلب من المدير الفني او هذا كيقول لك بدل لي من الصوت ديالك، بغيتك تلعب لي دري صغير. يعني الممثل كيضطر يهبط في واحد الحاجات اللي ممكن الا ما نجحش فيهم كيبان كاريكاتوري وكينوض عليه انتقادات. دونك الممثل ديما خاصو يكون حاسم في القرار، في لو شوا، واش غنتحمل مسؤوليتي في هذا الدور نديرو نلعبو كيف ما هو داير ونتحمل مسؤوليته، ولا الا خفت منه كيف كندير انا مثلا الا خلعني شي دور ولا شفت شي حاجه اللي ما غاديش نقدر نكون فيها في ما غنكونش انا وياها مقادين، جو بريفير نرجع للور. اي دور اللي كيتنز على الناس ولا غادي تكون كتضحك على الشعب ولا كتاخذوا على اساس هو بليد وما كيفهمش هاد الادوار كلها، ما نقدرش انا نلعبها. كنبغي نلعب ادوار كي اكزيست، اللي كاينه واقعيه او لا ماشي واقعيه، حتى الا ما كانتش واقعيه كنحاولوا نجروها للواقع. الكلمه ديال الحموضه، هاد الكلمه ديال الحموضه زعما كاينه كيف قلت لهم، ولات كلمه اللي كتقال وصافي، هي ماشي كلمه اللي معيار النجاح ديال اي مشروع، كلمه اللي ولات عندنا عاديه كنقولوها. حتى انا دي فوا كنقدر نشوف شي حاجه ما تعجبنيش راه نقول حامضه، ولكن ماشي هي معيار ولا المقياس باش غنقيس انا هذاك المشروع. لا، راه كاينين الناس ضربوا تماره وكاينه ايكيب فقط في 4 الصباح وال5 الصباح وال6 الصباح، وناس تقاتلت وضربت وطاحت ووقفت باش تجيب لك واحد العمل، ماشي باش في الاخر تسمع شي حاجه هكا. ممكن نقدر نتقبل الانتقاد بناء، شي حد اللي يهضر معايا يقول لي شوفي راه فوالا شنو شنو شنو، اون فوا غادي تشوف دي ميساج اللي كيكونوا هادفين، كضطر انت كممثل انك سوا تبدل الطريق سوا تادابت على داكشي اللي كيقولوا لك الناس.